مرحبا بالساعة فيكم بحلقة جديدة من بيكس ارك. شوفوا شوفوا شوف. ذاك العقرب، شوفوا ذاك العقرب الخايس، شوفونه يا جماعة. لازم نسوي حرب، لازم نسوي شيء، لازم. اليوم بأثث البيت هالحلقة هاي، بس براويكم شيء. جالس ادور كوبر ولا شيء اسوي فيه تول زيادة، بس شوفوا لي وين وصلت. ها شوفوا لي وين، هني حصلت جولد وما ينكسر طبعا في هذا، شو ما سويت ما ينكسر، اظني جولد بيكون. ونزلت تحت هني حصلت بعد غير، حصلت اعتقد ان هذا حديد، يعني هذا اعتقد انه حديد وما ينكسر. ها فلنت برايا زين، هذا حديد واظني ما ينكسر شو ما حاولت فيه. وفي شيء احمر ما اعرف شو الصراحة، هذا مش قادر حتى اني اتصور شو هذا، لكن مو مشكلة عادية. الحين اليوم شوي بنأثث البيت خفيفي، وبعد ما نأثث البيت شو بيستوي؟ الحين بننهي البيت. شوفوا البيت شو استوى، شوفوا 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 ما حلاه. تعال هذا ليش هني؟ ويت نبادرت وين قدرت مكان حديد، مكان حصى سوري، خلينا نعبي هالمكان الخايس مغطى كامل. وبعدين بصير نغامر حق موارد، لازم نغامر حق موارد، لان اذا بالطريقة هاي احفر مكاني انا ما بحصل شيء. خلنا شوي بس حفر هاي افخاخ، هاي بسوي افخاخ بعد، بس مش الحين. شوفوا والله انه كيوت، شوفوا 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 محلا. ما تسكر باب روحه انزين. شوفوا المكان جالس اشتغل عليه من هابين الحين فوق. لحظة كرافت نسوي لكم وول، بسوي 199 يعني ما نقدر نكتب 100، بسوي سيلينج بعد 99، وبنسوي سملتر بنحتاج، هذا بنحتاج عنا، هذا عندي 9 مو بحتاج اكثر. ستون ستيرز هذا درج جانبي، ها فرنا واحد بيركب طابق شيء، بيسوي باب صغير تراب دور شيء حلو يعني مش غلط يعني. بس الحين الطابق العلوي مالي ما اعرف اسوي في شيء ولا ما اسوي، اذا بسوي في المستقبل اروم افتح اشل من هذا سهالات واروح اسوي امور طيبة، بس انه حاليا بسكر الطابق مثل ما هو. بالضبط بسكر الطابق الحين، شوفوا طبعا اللمسات النهائيه انا جبت وياكم، بس ياس احاول اوفر شوي من الحلقات، بحيث اني ما اضيع وقت الحلقه كلها. شو وانا بس قاعد اسوي لكم هذا، شوفوا سوالف ماين كرافت لازم نلف لف ودنيا و... تعرفتوا هالسوالف تطول فور ايفر يعني عادي، واحد يقدر يسوي شغلات غير منتهيه ولا شغلات زي ما يقولون افكار لا تنتهي في هذا. بنحط لنا شوي شغلات، بنحط لنا طباخة جديدة، بنحط لنا شغلات حلوة، نحس انه يكون عندنا بيت يعني الحين. بس سقف على فكرة، سقف اللعبة حلو، لان الحين مثلا في ماينكرافت ولا غيره نحن شو نسوي؟ نحن نحط الطابوق نفسه كسقفها. ما اعرف اذا الحين ابديت، انا ما لعبت ماينكرافت من 2 أو 3، لا يمكن اقل، بس هني الجرافكس بشكل عام احلى وايد. عندي ديناصورين بس تعلمت السدلس حق الديناصورات الباقية بعد. انا بديت ايوع، لحظة عندي لحم، بدل اللحم بالرمل خل ناكل لين هاد الدب يشبع، خله ياكل، بيستي الدب من كثر ما ياكل عيسته ناكله ما يشبع. ويسار اوكي 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 لا تنشب لي يا حبيب. لحظة اظني تي كان قبل شوي لقط،
الحين معند. ايوه السقف هذا كامل، بس لاحظت انه ما عندي ليتات هذا. قاعد ادور لامبس مش محصل. انا حتى الذباب هاي البوليت هاي شال لنا ذباب بوليت نفس نوكيا الاولي. اذا حد هني كبير شوي بيعرف النوكيا بوليت وين هذا. لحظة نسوي سيلينج، نبغى 99 سيلينج غير 99 ما نحتاج، بس سو بس بنسوي، لان الحين بنحط اثاث البيت على اساس تشوفون اثاث البيت. اظني معظم السامان اللي محتاجه عندي اعتقد، واذا مش عندي يعني بنحصله مش قضية، بيكون قريب يعني مو بيكون بعيد. لا يمكن نحتاج 99، كبرت البيت وايد تراني. طب خلينا، على فكرة حطيت سرير، ها براويك شوفوا سرير، ما عنده شي سرير بروحه، على اساس في حال متنا ولا شيء يكون عندنا مكان نطلع فيه. في تحت سليب باك حطيت موجود، يعني مش انه مش موجود بس خلاص دام في موارد وانا قاعد افرم ما ادري من متى كم ساعة الحين قاعد اشتغل عليه وافرم، لازم نسوي هذا. لازم اغامر بعد بصير اني بكبر. في انا شفت في نفس مقابر قديمة واماكن واحد يقدر يسرقها بس عليها حراسة ويبالها اسلحة شوية جامدة، بس الاسلحة الجامدة ما بتكون وايد اوكي اذا والله صدقون بعد بنحتاج سيلينج زيادة. خربيته كم سيلينج خذ مني هذا، 50 وايد عليه 50 سيلينج زيادة. شوف كم ياخذ منا يا حبيبي. ما سويت شبابيك للحين بعد، لازم اسوي شبابيك اصلا. اسوي لنا 4، اظن 4 زين. اربعة وايد زين. انا يوم اطلع افرم افرم مش بزيادة، اللي بعده على اساس. وفي البنا شوي مزودنها انا. اوكي حطينا الشبابيك، ليش اشل اشل من تحت؟ خلنا نشوف يا شباك يا شباك، سوي لك مكان في الإدارة. لا تقعد تفلسف على أخلاقي عشان ما نزعل من بعض. شباك نعطي ظهرنا، نكمل سيدة، نشيل لهني مكان حق شباك ثاني زين، ونعطيه دايركت. خلي الشباك مفتوح، خلنا نشوف شو قاعد يصير برا. يعني هاك شو مسوي شبابيك، ما اعرف اذا في شي بيدخل، لكن برايا صح. في باب هني، في بلكونة، يشش هذا بوابة البيت فيها بلكونة بعد ترى. الحين ادخل البيت خايس. زين بندخل على الكرافت، خلنا عندنا استمنة، نزيد استمنة، استمنة فول قاعد اسوي. انزين ابغى اسوي اول شيء بوكس، خلنا نشوف كم عندي نوع بوكس ثانية. لارج بوكس ما شيء، فخلنا نسوي ترافيك ما في شيء فاضي. البوكس يكون في الاستراكشر، لحظة في يكون عندنا بوكس ثاني هني. شوفوا هاي السوالف اللي مش قادر احصلها الحين، اللي بنغامر عشان قريب. شوفوا بنغامر عشان الحين هاي السوالف ما اتسدل شو، بس خلنا نتعلم، عندنا نقاط وايد. انزين خلنا نروح كرافت. انزين بسوي لنا بوكسات، 5 بوكسات اوكي، وبنسوي حقنا فيدنج بوت. انزين وبنسوي ستاندنج تورتش حق فوق وتحت اساس يكون عندنا نور، يعني يوم ندخل نشغل ليت. نسوي سملتر استعدادا للمستقبل،
وبنسوي يا جماعة الخير. صح، تعلمت انا هاي القنبلذر. انزين خلينا نحط هاي. اول شي صبر، ابو الصناديق. اول شي ابو الصناديق. صناديق وينكم؟ انا عندي وايد سامان بس ما عندي رفوف. كيف بسوي لهم رفوف؟ لحظة. ايوة، ما يستوي رفوف بالطريقة هاي. شو؟ لا يستوي. تعرفون كيف نسوي بالطريقة هاي؟ بعدين نشل عنا السلكت. يلا يقعد هني. هي يقعد فنان. بس لا، بعد مش ذاك الزود. لا اوكي اوكي لحظة. شوفوا صناديق هنا، انا ما احط بقى صناديق فوق، بس يمكن ما احط صناديق، يمكن احط شيء ثاني فخلهم. هاي هني اللي ما باهم، هذا ما احتاجه، ما احتاجه، وول ما احتاج، كذا ما احتاج، مواد البناء. لين نحصل مكان نقدر شو نحط فيه سمن. انزين بنحط هذا تحت، بنحط هذا تحت. شوف كوكينج بوت سوالف طبخ تحت في الصالة. اتسكر الباب. هاي في الصالة كوكينج بوت، وهذا في نص الصالة. ما اعرف يحطون فيه بيت خشب. زين ما اعرف يحطون داخل، يحطون داخل فواكه. ما اعرف الريسيبي مال الصراحة، ما اعرف يحطون داخل، بس استوى عنا هذا. بس فنان يعني، جميل. شوفوا عجيب. وسملتر بعد بيكون تحت. سملتر بيكون هني، لان هاي اصلا تيك اول. زين ونشوف هولد، نكسر هذا التيك اول. هولد كسره، نشيل هاي التيك اول. هولد كسر، خلنا نشيل الجدران. شوفوا سوى الصالة عود. خلي السليبنج وخلي خلي هذا تحت، مو مشكلة بخليه. وهني بحط اي شيء مال بناء. لحظة، مال بناء لوكات لازم يكون مرتب. ثاتش، الثاتش وهي خلينا نحطه في الصندوق اللي عقبه. ترانسفير سيم ايتمز. اوكي نايس نايس، اوبشن وايد حلو. والحبال وياه. اوكي حبال ما يستوي، نحولها حبة حبة. لحظة انزين نشيل هذا. ترانسفير سيم ايتم. ليش كنا حلوين يعني؟ ترانسفير سيم ايتم بعد ما يسوي. يلا ترانسفير سيم ايتمز. يلا هذا هني. شو بعد باقي لنا؟ ما قلنا شيء. خلينا نسير. لحظة، في تحت نفتح صندوق هذا، نشد السيدنج. ما نبا ديرت، ما نبا، ما نبا هذا بعد، ما نبا تورتش. بخليه يمكن احتاجه، ما اعرف يمكن. صك ملكية تر. عن نذر شي بقى على اساس. لحظه اول شيء نسوي اللبس فايت.
ليذر هلمت يباله فايبر، فايبر عندي داخل فول فايبر اون فايبر هني. زين شيب هذا كرافت فايت يلا ها شو ناقصنا؟ ليذر ناقصنا، خلنا نصير نب ليذر يا جماعة من أي دياية يعني من ربحها وخلاص. هذه دياية تعال تعال نلعب ليذر تعال 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 اوكي ها معناه استوي عندنا حق البنطلون. تأثيث البيت شيء شيء مهم يا جماعة الخير، لازم يصير مكان حق ديناصوراتي ودراي برا مكان كبير و... تعال نسكر باب انقرم تعال انت انت شوف والله شكله استوى مرتب. ليذر بانتس ليذر جلوفز ليذر كلوث جوتي ما ينفع خله مبدله ليذر 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 هلمت يلا غير نايل حيل والله شكله بعقل ما ابغاه اصلا. تفضل هذا دروب ايتم دروب ايتم دروب ايتم دروب ايتم دروب ايتم بيستون كل الصناديق الحين برا بس والله طر الصناديق ترى شوف شنطة مالي نص فل يا جماعة ما يستوي. إذا بنغامر لأي سبب من الأسباب لازم ما نسوي هذا كله. انزين شو كان عندنا كرافت بعد نبه مش اكسبلور ستاندينج تورش وين حطيناه؟ برمتب هذا ستاندينج تورش ستاندينج تورش ممكن يكون والله الصراحة أنا أشوفه عند المدخل اثنين أما فوق واحد هني بيكفي. لا لحظة لحظة هني عندنا رفوف صح؟ صبر نستند التورتش وينه؟ خلينا ندور ستاندنج تورتش بولا تاتش تاتش فيه عندنا تاتش ثاني واحد تاتش تاتش نسوي ستاندنج تورتش افا ما يقعد اعرف بخصوص يعني ليش يقعد على الارض ما يقعد فوق لماذا ليش هذا الجفاء يلا شكله ما في الا هني اكسس انفنتوري بنحطي له خشب اذا افور الخشب كامل يعني الحين يعطيني يومين صح تدعقه يعني يتم شغال الى الله اعلم متى اسبوع يعني ممكن يتم شغال اسبوع هذا لا يبانا تورش ثاني واحد ما ينفع يبالي وود تعال انا ايش انا حطيت كل الود هني ليش لحظه يقول هذا لايت فاير زين واحد ما يكفي اظن يمكن اثنين اللي تحت على الميكروفون لحظة حطينا خشب شوفوا على الأقل في إضاءة
بس مش اوكي. لا يبغى لنا ستاند فيكتور صغير. هذا مؤقتا لين احصل حل بديل، يعني لين احصل حل بديل. نعطيهم هني، اما هذا هني عندنا باب. احس ان عند الباب بيكون مكان اوكي، يعني هني ما يبى، بس خلاص احط في قناعش خشب. خلينا نور المكان شوي، على الاقل المكان منور ممتاز يعني. شو كنت بعده بسوي؟ لحظة صبر. أيوة نورك بنش، يبغالنا وود روك ديرت. خلنا نصير النبود. تعال وذنا وياك. يبغالنا وود. تعال خلنا نصير نبود. ولا اوكي اموره طيب. حسبت الرابتر اللحظة، الرابتر سوى لازم في حياتي. شو يلف عينه ولا يطالعني؟ بدل ما انا اتم اركب، ليش هذا ما يوصلني؟ خلنا بمي، نبي ماء. لا بس خلاص الحين مسخته، ترى انا عند البيت. شوفوا والله حتى باب البيت من برا منوره، والله فنان، منظر حلو يعني، منظر جميل. انزين ما يصير ورك بنش مالنا هذا، ما نسيت شو يسوي الصراحة. بس شو يباله نفس الشيء، وركو درته موجود عندنا فوق. وين صار روك اند ديرت؟ روك ديرت بنسوي لنا هذا. كلير كرافت كيو اوكي. ابا بعد كرسي والطاولة. ليش تاتش تاتش عنا فول؟ لحظة زين، ابغى الطاولة فوق، بيكون الطاولة والكرسي و هاي شو ورك بنش تيلرز. زين ونبى امل نصبغ، ما نسوي حركات سامان. ونبا وين صار شو اسمه طاولة؟ صارت وين؟ وين صارت الطاولة؟ وين صارت الطاولة؟ تو الطاولة هني هذه، بس أظن كرسي واحد ما يكفي، خلينا نسوي كرسي ثاني. زين ونمسك هذا و... هني ونرجع هاي ما نباهم. التورش بعد ما نباهم، نعقهم. والثاتش سيم ايتم، ترانسفير سيم ايتم. اوكي هاي الخلا من عندي عادي مو مشكلة، بس وزن والله. زين الاشغال، اوه هاي يبالا مكان. هاي يبالا مكان من خاطر. سليب باج انت بتنشل، سوري. ديمولش كسرته، ما با عندي سرير فوق برايا. حطي هذا هني، هني بيكون مثل ما تقول مشغل مالي. انا الحين ما اعرف بالضبط هاي ايش يسوون. زين ما اعرف بالضبط يعني كيف ولا شو السالفة، ولا هاي يسوون زوالي وهذا يبغى فايبر فير، ما اعرف شو. نسوي سوالف ديكور بس على الاقل نستكشف يكون موجود.
نخل نستكشف موجود مال خياطة وين هني مال داي هني كوكينج بورت هني وهاي زينة صغيرة هاي بنحطيها هني هاي باله جنبه شو ستاندينج تورتش والله ايوه هاي فنان مكانها وايد اوكي والداينج مال الصباغ هني يبالنا لواح سوالف هاي اظني بالفواكه بنسويها صح شاركول فحم ما ادري شو هالسوالف يعني يبالنا شوي شغلات ثانية نتعلمها هني بعد اساس ان نقدر نستعمل هالسوالف بشكل صحيح بس على الاقل يوم شيء قدامك تستعمله افضل انا بالنسبة لي يعني مهما يكون حطينا طاولة هني عند الشباك ولا لا لا هني واحد تعشى يتريق يتغدى مرتاح طاولة باربع انفار هاي نايس خلنا نسوي كراسي غير شي يبالي حق الكرسي عندي حق كرسي يبالي ثاتش بني بثاتش ثاتش نايس انا كل شوي اكل من هذا النيق بوهق عمري اخر شيء هني الكوكينج بوت الثاني بحطيه فوق هني عند الشباك خليه يكون شوي رومانسي واحد يحط له شيء هني يطبخه ممتاز يكون شو يطبخ هذا شي بترفل ما ادري شو خربطان بكشوت يبا زراعة يبانا زراعة صدقون بامبو شوت وسوالف هالسوالف بعد كرافتنج يعني زين انا خلني اشوف ليش شنطتي فيها وايد اغراض ترانسفير سيم ايتم ترانسفير عندي فحم مابا تشتن ما اعرف ايش اسوي فيه خدم برايا لذر برايا كثرة الفواكه اللي عندي ما لها داعي مو جبيري لحظة مو جبيري لا يمكن ينفعني حق بسوي تيم حق شي ولذلك يمكن اسوي سد الخلة هذا ما نبه قبل ايام راحت هذا وود اكس بعد ما اعرف ليش عندي يمكن يوم اموت زين ينفع يخدمني شوي خمس دقايق وهيك سويت شوي اخف بس بعدني ثقيل اظني هاي لهم وزن صح ايوه الليذر له وزن نوعا ما بس اظني هاي الوايد اصلا كمية يعتبر يعني وزنهم 8 وهذا بس عادي بنلفل بزيد شوي بعدين انا ما بصير بروحي اصلا اذا غامرت بس انا ما حصلت زراعة للحين احصل زراعة ما حصلت لحظة Access inventory. لحظة. اوكي. الحين المكان منور. كيف منور المكان؟ هلا ابوي. هلا ابوي بالنور كله هلا منورين منورين في سوالف فشنك في سوالف هذا وصلنا لبلنا 23 ف حتى هنا بدينا نبطل بس يبالنا بعد وايد الولاد صراحة يعني ما كيفها ما يبالي بامبو بامبوك بس هنا ما تعلمت كل شيء انا تبون صدق عندكم هذا اللدر هذا الدري كاربت زولية تهل build your own beautiful home ليش يسوي هذا الهاد اوكي سوري هذا خلالي ابني هاي spear display stand حلو هاي الافخاخ هاي اشوف وياكم انا حاليا وهذا قلت بوست ما يريد
سترينج شوت، هاي فر من بعيد، هنا نباطة يسمونه شيء كان بينت برش. اوكي اقدر احط الصبغ او اصبغ، والله حلو. ابا ووتر باك وباقي شغلات كلي ما كلي، هالسوالف اللي ما طحنا. كاندل، لحظة انا عندي كاندل ما سويت كاندل. كاندل شو يباله؟ تشتن. يباله تشتن. هذا مو وين حصله يوم نذبح منو؟ سؤال عيل؟ لا ولا الأرنب كان صح؟ كان الأرنب. هذا أروم أسوي لتيم الحين ترى مفروض، بس ما أعرف شو يأكل. ولا كان التتن يوم الأرانب، يوم الأرانب أرانب كنا يعني. أرانب وين هذا كرنب؟ تعالوا لا فر أعطاني بس، والله ما أذكر الصراحة ما أذكرش، لكن أثثنا البيت نوعا ما، استوى بيت حلو، بس الباب مو بسيدة ترى، بس ما قدرت أحطيه في الوسط دايركت. فلهذا السبب نشوفكم حلقة قادمة إن شاء الله على خير بإذن الله. يقول أنت حارم كثر ما مولع تورشيز حريت زين. نشوفكم حلقات مع الخير بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.